السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طيب الله أوقاتكم بكل خير متابعين الكرام، تحية طيبة لكم أيها الطيبون. المهاجرين يخترعون الطرق من ضيق الحال، يعني ضاقت بهم الدنيا، ولهذا يخاطرون بأغلى ما لديهم. أخواني الأعزاء، ارتفاع أعداد المهاجرين الوافدين إلى جزر الكناري بسبب هدوء البحر، هذا عنوان كبير لهذا الخبر. إذن هل المهاجرين إذا وصلوا جزر الكناري وصلوا أوروبا؟ نعم أخواني، بالمقاييس الأوروبية نعم، لأن جزر الكناري هي إسبانية، ويتم نقل المهاجرين كل ما يكتظ العدد بجزر الكناري يودوهم إلى إسبانيا. طيب، شهدت جزر الكناري الإسبانية تدفقا كبيرا للمهاجرين في نهاية الأسبوع، راح تتفاجئون بالرقم خلال 3 أيام مش قد وصلوا. هل هناك طريق؟ طيب أنا ليش الآن على هذه الخريطة؟ أريد أشوفكم شيء أخواني الأعزاء، راح تتفاجئون لأن راح أقيس لكم المسافات ومنين يخرجون. الأول من نوفمبر، حيث تم إنقاذ حوالي 2000 مهاجر خلال 3 أيام مع زيادة أعداد القوارب بسبب الهدوء البحري. 3 أيام 2000 شخص وصلوا من السنغال ومن باقي طبعا أفريقيا مثل ما تعرفون، موريتانيا، وطبعا هناك قوارب تخرج من الصحراء المغربية، العيون، وأيضا السنغال. طبعا الحصة الأكبر هي للسنغال. من أين المهاجرين؟ سوف نذكر أيضا الجنسيات. أحد الجزر الواقعة في المحيط الأطلسي قبالة السواحل الغربية لشمال أفريقيا، كانت النقطة الأكثر نشاطا في عمليات الإنقاذ، حيث تم إنقاذ 969 شخص بواسطة خفر السواحل الإسباني من حوالي 20 قاربا، تصوروا 20 قاربا. كما أن النقل أو تم إنقاذ 165 مهاجرا إلى جزيرة فوبري نيفارو بسبب اكتظاظ مركز الاستقبال في إرث في بلنزراوت. أخواني الأعزاء، هذه الأسماء هي الجزر الإسبانية. وجزيرة الهيثرو اللي راح نشرح عليها الآن، الواقع جنوب غرب جزر الكناري، استقبلت أكبر عدد من الوافدين منذ بداية العام، حيث وصل هذا الأسبوع 752 مهاجر على متن 8 قوارب، كما سجلت وصول بعض المهاجرين إلى ميناء لوس كريستيانو. ولكن المأساة طالت هؤلاء المهاجرين، حيث أعلنت السلطات عن وفاة 55 شخص أخواني الأعزاء. والناس اللي توصل من بنغلاديش ومن سوريا، والكثير من المهاجرين من العرب يجون إلى أفريقيا، وطبعا يأجرون قوارب ويسافرون إلى جزر الكناري. إذن أخواني الأعزاء، الآن راح نشوف جزيرة هيثرو كم تبعد عن الصحراء المغربية. هذه هي طبعا، الآن لو نشوف هنا نضع جزيرة هيثرو الإسبانية، راح تشوفوها الآن أين هي. هذه هي جزيرة هيثرو. طبعا يقول هي ثاني أصغر جزيرة في جزر الكناري، عاصمتها فالبريدي، بلغ عدد سكانها حوالي 10,968 نسمة. هذه الجزيرة بها 10,000 شخص. طيب الآن راح نرجع للوراء قليل، وراح نشوف كم تبعد عن طبعا لاحظوا هذه هي العيون، دائما يطلعون من العيون، هذه هي تشوفون هذه الصحراء المغربية. الآن نأتي إلى تحديد القياس. طبعا شوف الآن راح نجي إلى العيون بهذه الطريقة، وبعدين نمد خط إلى هذه الجزيرة، إلى جزيرة هيثرو. 400، تشوفون هذه هي 466 كيلومتر. تصوروا أحد الزوارق اللي وصلت صار لهم 3 أسابيع في البحر، يعني في ناس ماتت من الجوع، تصوروا لهذه الدرجة. وإذا لغينا هذا يعني من العيون إلى هيثرو، لاحظوا أخواني الأعزاء، الآن راح نقيس
أقرب جزيرة إلى العيون، هذه هي العيون من هنا، ورح نأتي إلى هذه الجزيرة أقرب جزيرة. 125 كيلومتر من العيون إلى هذه الجزيرة، 125 كيلومتر. طيب خلي نشوف الزوارق اللي خرجت من السنغال ومدة 3 أسابيع يلا وصلت. طبعا راح نزغر شوية الخارطة، تحملوا إخواني الأعزاء. هذه هي طبعا السنغال، هذه تشوفوها، راح هذه هي السنغال، تشوفون هذا المؤشر بالأحمر. طيب راح نقيس المسافة، هذه هي السنغال، فلنقل أنه يعبرون من هذه النقطة، يأتون إلى المياه الإقليمية بهذه الطريقة، وبعدين يجرون خط بهذه الطريقة إلى هيثرو. شوفوا المفاجأة، 1558 كيلومتر، 1558 كيلومتر يعبرون من السنغال بقوارب تكاد تكون متهالكة، وفعلا دا يوصلون 8 قوارب مرة واحدة راكبين بها تقريبا 2000. يعني انتو تشوفون يعني شلون دبروها وشلون طلعوا واحدة، يعني الله يكون بعونهم شلون يخاطرون بهذه المخاطرة الكبيرة لقطع 1558 كيلومتر. وحتى يعني تصوروا، حتى إذا من نواكشوط، حتى إذا من موريتانيا يعبرون، أو حتى إذا من الصحراء المغربية 500 كيلومتر أو 600 كيلومتر، يا جماعة الأرقام مخيفة. يعني بس الساحل، عندك الساحل الموريتاني على الأطلسي هو 800 كيلومتر، وعندك هاي الصحراء، الصحراء المغربية بالكامل هي تقريبا 1000 كيلومتر على المحيط الأطلسي. تصوروا كل هذه المسافة يقطعوها المهاجرين، كيف يعني؟ أكيد أنه ضايم الضيم مثل ما نقول بالعراقي، وقع عليه الظلم والضيم والقهر والفقر، وحاول يوصل إلى منطقة أفضل اللي هي المتمثلة بجزر الكناري. طبعا أخوان مثل ما ذكرنا سابقا، كل ما يكتظ العدد تيجي قوارب تنقلهم من جزر الكناري إلى إسبانيا. هذا كان خبرنا أخواني الأعزاء، تحياتي للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.